أحب في البداية إن أنا أقول لحضراتكم إنه انتخابات مجلس النواب هي حق وواجب، هي معركة وعي، وهي أيضا مشاركة سياسية ينبغي إن كل المواطنين سواء في الداخل أو في الخارج يمارسوها، لأن هي مش بس تأييد ومشاركة للعملية السياسية والحياة النيابية في مصر، ولكن هي أيضا بتوقف كل ما يقوم به أعداء الوطن في الخارج والمتربصين للدولة المصرية فيما يتم إشاعته بأنه الحركة السياسية في مصر يعني غير ثرية. أيضا هذه المشاركة هي استمرار للاستحقاقات الانتخابية اللي كفلتها الدولة للمصريين في الداخل وفي الخارج. حضراتكم في الخارج شاركتوا في العديد من الاستفتاءات، الانتخابات الرئاسية، الانتخابات البرلمانية، مجلس الشيوخ مؤخرا، وبيجي وقت مجلس النواب. قرار الهيئة الوطنية واضح وصريح بكل الإجراءات المتبعة واللي لابد إن إحنا كمصريين في الخارج نتبعها عشان يعني نرى إلى النور مجلس نواب جديد.